الله يسلمك. طيب كان عندي سؤال برضو تاني. تفضل. طب الواحد دلوقتي لما بيجي مثلا يحفظ قرآن وكده بفضل الله وربنا بيديه وبيصلي، واحد بيبقى فيه وساوس يعني لهذا لله، بتيجي شتايم وحشة جدا، واحد لا بيحفظ تحدث بها أحدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال الرسول: أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. لا تحدث به أحدا. يعني انا هل انا برتكب سيئات مثلا من غير وسائل الشتايم او لا، اي حاجه؟ حديث النفس ليس عليه سيئات. ايه حديث النفس يقول النبي فيه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني خلاص، الواحد ما بيرتكبش سيئات او اي خلص، حاجه؟ الله يغفر لك. في ناس تريد أن تسأل: لا تخرج وساوسك علينا. الله يبارك فيك، استغفر الله من الوساوس.